انا رح ادرس كل المواد بشوف شو بقدر اقدم، اذا ما قدرت اقدمهم كلهم بقدمهم الفصل الجاي الباقي، يعني بكون خلصت من الدوره على الاقل. هذا وعدها؟ اكيد وعد طبعا. بس اليوم مزاجك حلو، الظاهر لما تصالحت انت وابوك تحسنت نفسيتك. طبعا تحسنت كثير. الفكره انه امي سهل مراضاتها، يعني كلمتين حلوين وبوسه بيمشي الحال، بس قبل اللي كنت اكل همه الحمد لله مرقت على خير. يلا بسيطة، المهم مشي الحال. بس هلا أنا عندي مشكلة. خير، شو المشكلة؟ المشكلة إني رح اشتاق لك كثير. ما بعرف شو بدي ساوي وأنت بالدورة. أنا كمان عندي نفس المشكلة، بس حاسس إني أنا رح اشتاق لك أكثر. لا، أنا أكثر. نحن الاثنين أكثر. طيب، معناتها بكرة بشوفك ومنقرر مين أكثر. حاضر، بس بكرة خليني شوفك على بكير، لأنه بدي أرجع على البيت أخذ أمي وجميلة مشوار. ولوين بدك تاخدهم؟ على المول، بس لسه ما قررت أنه مول. عندك شي اقتراح؟ عندي فكرة كتير حلوة. شو هي؟ مطولة هالشغلة يعني؟ أنو شغلة؟ شغلة هالدوامين، من غير شر ما عم نشوفك بالبيت. لك يعني أنا كثير مبسوط بهالدوامين. أنا متعلم روح على شغلي الصبح وأرجع العصريات أقعد أنا وياكي وهالولاد. يلا، بس لحتى رتب أموري مرة تانية راح أترك الشغل. حكي، بكرة بتتعود على الدوامين وبتكمل بهالشغلة. صعبة. أنت لو بتشوفي الشوفات اللي عم شوفها بالمحل ما بتبقي ساعة. لا دخيلك، لا بدي اشوف ولا بدي اسمع. لك انا اللي بستغربه هالناس منين عم بتجيب مصاري؟ كل يوم هالزباين بيفتحوا طاولات وبيرشوا مصاري على النسوان وعلى السكر قد يلي بطالعه انا بسنه. عم تقول لي منين؟ منك ومن هالناس المعتره. في ناس عم تتبغدد وفي ناس عم تركض ورا الفرنج وما عم تطالعه الا بطلوع الروح. بعين الله، بدها طولة بال. خدي هدول وحطيهم جنب اخواتهم. شو؟ قبضوك الراتب بكير؟ لا، هدول البخشيش من زباين المحل. قد اللي بطالعوا انا بشهرين. مو قلت لك بكره بتتعود على هالبقشيش وما رح تترك الشغل. ام حسين، لا تنسي تحكي مع هيام وتعزميها على الغدا هي وجوزها واولادها يوم الجمعه. ايه والله يا ريت. على فكره هيام كثير مشتاقه لك. وانت مانك مشتاقتي لي؟ وانا ليش لحتى اشتاق لك؟ ما عم شوفك نص ساعة الصبح ونص ساعة المساء. كثير معها. تسلم والدين. ان شاء الله صحتين. شو بتحبوا تاكلوا على الغداء؟ على ذوقك، بس شي ما يكون دسم لانه سمناني شوي. يكرم عينك. ورفا، شو رايك نجيب حدا يساعد سميره؟ يعني طبخ ونفخ ومساح وجلي وشغل بيت، بعدين صارت تجيب اغراض من السوق، حرام. هو معك حق. انا بالاول كنت ساعدها شوي، بس بعد ما التزمت بالعياده والمستشفى ما عاد قدرت. سميرة؟ نعم دكتورة. في حواليك شي بنت لحتى تجي تساعدك؟ اي في دكتورة، بس يعني ما في داعي، ليش انا ملحقة على كل الشغل؟ لا تخافي، ما رح نقص لك من المعاش. لا العفو دكتورة، مو هيك قصدي، بعرف انك ما بتقصري، بس يعني والله مو لازم حدا يساعدني. خلص بعدين نتناقش بالموضوع. بونجور. لا، هي خيانة، عم تفطروا من دوني؟ معقول؟ على اساس احنا بنعرف انك بدك تفطري معنا؟ تفضلي. لا بدك تاخذنا بالعبطة، بس عادي عادي عادي. يلا. كيفك سميرة؟ اهلين انسة قمر، اهلين. شو سميرة؟ تفضل. لا عفوا، رح جيب لك صحن.
لا لا مو مشكلة، أنا ما بدي أفطر، فطرانة، بس إذا في كاسة شاي بكون كثير منيح. أي على عيني تكرم. أنا خبرت المدير العام وهو قال لي إنه ما بنقدر نشترك بالمجلة بأكثر من 10 نسخ. بعرف، أنت بتعرف إنه الأستاذ ما بيقصر إذا كان في إمكانية. بتتذكر السنة الماضية لما اشترت المديرية 50 نسخة من كتابك؟ الله معك. يعني ما بيكفي إنه كتابه مسكم والمدير ما قصر معه واشترى منه 50 نسخة، وهلأ عامل مجلة واشتركت المديرية ب10 أعداد شهريا، ومع هيك بيجبين لك قليل. انتو طمعتوا يا مدام؟ ما بعرف، الأستاذ ما بحب يكسف حدا والناس تطمع فيه. والله لو سمحتي ايمتى ممكن نشوف السيد المدير؟ أنا خبرته على التليفون إنك جاي، وهلأ بس يطلع الضيف من عنده برجع بذكره. شكرا مدام. عفوا، مع السلامة. بقول لك الاستاذ انه ما عنده شيء يعمل لك اياه، الموضوع صار بالتفتيش. قولي لا استاذ هيك، انا مو جاي اطلب منه شيء، بس انا حبيت اعمل بالاصول، حاولت شوفه قبل ما اشوف المفتشين. لك انا ماني غلطان وانت بتعرفي هذا الشيء، ولا انت ولا استاذك ولا كل العصابه اللي حواليك هون بيقدروا يحطوا ملاحظه واحده على شغلي. لا تعلي صوتك، نحن مو عصابه. ليكي بس حط كل شيء عندي عند المفتشين، تبقوا قولوا انكم ما كنتوا عصابه، وتبقوا اقنعوهن إذا بتقدروا. زعلانة؟ لا ماني زعلانة، كنت عم فكر لاقي حدا يساعدني بشغل البيت. ايه ولقيتي؟ لا لسه ما لقيت. على فكره من هلا لحتى لاقي حدا يساعدني بدك ما تواخذني، انا ما عاد فيني اقعد مشان الرسمه، ما بلحق. ايه معناتها بدنا نعمل لك منحه تفرغ للرسمه، شو رايك؟ شو يعني؟ يعني بدي بطلك من الشغل لحتى نخلص هالبورتري. منيح هيك؟ ليش هيك ساويت؟ مليت مني مو؟ بالعكس، أنا عم فكر بشكل مختلف تماماً. بعتقد رح يبسطك. شو يعني؟ بس أرجع من الكلية ونقعد ونرسم هالبورتريه بخبرك. إي خير إن شاء الله، ما تتأخر لك. عفوا؟ ما تتأخر. لا ما راح أتأخر، من البيت للكلية، من الكلية للبيت. ماشي. لا تكتر تلفت على السوداء. لا تخاف، مو حدة شرك، حدتني هيدي. منيح كثير. صحتين. الو اهلين. نعم ابو حسين. اهلين معلم، اهلين وسهلين. الحمد لله، الله يخلي لنا اياك يا رب. على راسي معلم. على المحل؟ حاضر معلم. ايه ايه بعرفه للشارع. ماشي معلم، بسأل. الله معك معلم، شكرا.
خير يا ابو حسين؟ مين؟ المعلم صاحب الكازينو بده ياني ضروري. وما قال شو بده؟ لا والله ما قال شو بده. لا تنسى توقع عني. ها امرك ما بنسى. ما بدك تاكل لقمه؟ ما بلحق الزلمه ناطرنا وعيب النطر وقت من هيك. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.